الشيخ ممرض مجاز المستشفى الجامعي ابن رشد بمصلحة الإنعاش الطبي. نشكد غساد رئيس إيمون يان الدواري اللي تابع جامعة الفيض. اولا بعدا ارتشكر جمعيه ايتمات للتنميه وتضامن الاعمال الاجتماعيه في مجهود توكاس لتبيكس باش تنجح القافلات الطبيه. القافلات الطبيه كاين بزاف التخصصات، الاهداف كانت الكشف عن الضغط الدموي، داء السكري، كاين بزاف التخصصات، كاين الجينيكو او طب النساء والتوليد، طب الاطفال، طب العيون، طب الانف والحنجره، اللي قيس الطب العام، كذلك تلاقيس طب القلب الكارديو لو سي جي. دورنتو نشكر الصحافه اولوز نيوز اللي ديما كان ارغيت باش اتذكر الحوار، تبين بالدور الجمعيات غير المنطقه هذا، وشكرا.